يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدعاة فسر هذه الآية وهي قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال: نعم أصبتم مثليها، علم الله أنهم أصابوا في غزوة بدر، أصابوا مثليها من المعصية. أولما أصابتكم مصيبة، هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة أصابوا معصيتين، فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت منهم. معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بعدم النزول، يعني بنزول الجبل وللغنيمة، ومعصية علمها الله عز وجل. هل هذا التفسير صحيح وفقكم الله؟ إذا جاب ما يدل على هذا التفسير ما يجوز يفسر إلا بدليل. إذا جاب ما يدل على هذا التفسير من تفسير الرسول أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين يقبل، أما أنه يخترع شيء تفسير من عنده هذا ما يجوز الكلام في القرآن برأيه أو بفكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، نحن نطالب كل من يفسر القرآن أن يأتي بدليل على تفسيره، ولا يكون تفسيرا مخترعا أو حسب ما يظهر له هو. نعم. وأصبتم مثليها، هذا في بدر أصابوا مثليها، يعني والله أعلم أنهم قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين، أسروا 70 وقتلوا 70. نعم.